السلام عليكم. أعزائي التلاميذ، لدينا في حصة اليوم سنتطرق إلى درس الهندسة الفضائية من خلال سندك طلعت حبي تعريف والخاصيات المتعلقة به انطلاقا من تمرين تطبيقي لمستوى السنة الثالثة إعدادي مدرسة الوفاء الحديثة لنزال كندر. إذا نبدأ في نبدأ أولا بالفضاء. إذا الفضاء طبعا حالة رياضياتي وليس الفضاء فيزيائي. إذا الفضاء هو مجموعة لا متناهية من النقاط من نقطتين مختلفتين أو من الفضاء يوم المستقيم الوحيد يوم نزله كما نرمز المستقيم في المستوى بأب بين قوسين المستوى يتحدد وكذلك جزء من الفضاء يتحدد إما بتلاقي قطع مستقيمية تحدد مستوان أو بمستقيمين متقاطعين أو بمستقيم نقطة خارجة أو بمستقيمين متوازيين عند تحديد مستوى في الفضاء. إذا هناك عدة طرق إما بثلاث نقاط غير مستقيمية أو بمستقيم نقطة خارجة أو بمستقيم متقاطعين أو بمستقيمين متوازيين. إذا ما دعي لهذا طبعا لا يمكن الحديث عن التوازي في الفضاء إلا إذا كان المستقيمان ضمن نفس المستوى بمعنى أنهما مستويان. تعرفتم عن أوضاع نسبية المستقيمين في الفضاء. إذا مستقيمان في الفضاء إما أن يكونا مستويان وإما أن يكونا غير مستويان. يعني مستويان بمعنى أنهم يقعان ضمن نفس المستوى، غير مستويان يقعان في طبعة الحال لا يوجد ضمن نفس المستوى. مثلا كحالة هذين المستقيمين طبعا الحال المستوى يمثله طبعا حسب المنظور متساوي المسافة يمثله بمتوازي الأضلاع غالبا ما نزله ب بي. إذا هذان المستقيمان غير مستويين مستقيمان دي و دي شارع هما مستقيمان غير مستويين. هذان المستقيمان هما مستقيمان مستويان يعني ضمن نفس المستوى. بالنسبة للأوضاع النسبية طبعا المستقيمان المستويين تخضع هذا المستقيمان يخضعان للأوضاع النسبية المستقيمين في المستوى. يعني المستقيمان كيف يكونان في المستوى؟ إما أن يكونا متقاطعين أو منطبقين أو متوازيين بمعنى متقاطعين هما نقطة مشتركة واحدة منطبقان يشتركان في أكثر من نقطة متوازيان يشتركان في أية نقطة. الأوضاع النسبية المستقيم ومستوى في الفضاء إذا هناك ثلاث أوضاع لمستقيمين في المستقيم ومستوى في الفضاء. إذا إما أن يكون المستقيم والمستوى يشتركان في أكثر من نقطة في الحالة طبعا الحال نقول بأن المستقيم ضمن المستوى بي. الوضع الثاني إما أن يكون المستقيم والمستوى متقاطعان في نقطتين واحدة في الحالة نقول بأن المستقيم والمستوى متقاطعان في هذه النقطة أو أن المستقيم بي يختلف المستوى في النقطة أ. ثم يكون هناك حالة ثالثة طبعا الحال أن يكون المستقيم والمستوى لا يشتركان في أية نقطة. في هذه الحالة طبعا الحال بأن المستقيم موازي قطعا للمستوى ب. نقول عن المستقيم ب أنه موازي للمستوى ب إذا كان يوجد ضمن المستوى ب مستقيم ثالثا يوازي المستقيم د. ذلك ينبغي على أن المستقيم ومستوى متوازيان يكفي أن نبحث في المستوى عن مستقيم الدلتا يوازي المستقيم الدي. بعد سنأخذ أمثلة وعلى الحال سنقوم
يستفيق طبعا الحاله هذه الشيء، لو ان الصلاه طبعا تعلمنا تستفيق اكثر تفصيلا. التعامل المستقيم والمستقيم، اذا كان مستقيم ومستوى متقاطعان طبعا هذه نقطه. اذا نقول بان المستقيم دي عموديا على المستوى بي في النقطه، اذا كان يوجد مستقيمان متقاطعين في ا ويقع بين المستوى دي وعموديا على المستقيم دي. اذا يكون المستقيم دي عموديا على مستوى بي في نقطه ا، اذا كان عموديا في هذه النقطه على مستقيمين متقاطعين في ا ويقع بين المستوى دي. ماذا يعني هذا؟ طبعا هذا لكي يبرهن على ان مستقيم دي، وسنعود هذا طبعا الحالي هذا بالتفصيل في التمارين التطبيقي، لكي يبرهن على ان مستقيم دي عموديا على مستوى بي في نقطه ا، يكفي ان نجد ان نبحث في المستوى بي عن مستقيمين متقاطعين في ا وعموديا على المستقيم دي. اذا كان نعلم ان من خلال الهندسه المستويه ان لنقطه واحدة يمكن أن نصل ما نشاء من المستقيمات، إذا يمكن أن طرح هذا النقطة أن أنشئ عدة مستقيمات تنظر من النقطة أ، إذا نحب أن الدي عمودي على المستوى بي في هذه النقطة، إذا فهو كذلك عموديان على جميع المستقيمات الواقعة ضمن المستوى بي والمرة من النقطة أ. إذا للتخريب طبعا في الحال المعنى أكثر، إذا سأعتبر متوازي المستقيمات إذا نعتبر متوازي المستقيمات قائم على جميع المستقيمات الواقعه
ضمن هذا المستوى، والله من المخطأ أفسح على الخصوص المستقيم أفسح السفسحة، هذه معنى أن المستقيم أفسح، عمودي على المستقيم أفسح السفسحة، في المخطأ أفسح بمعنى آخر، يعني أن المثلث السفسحة هو مثلث قائم الزاوية في أفسح. إذا بعد ذلك تطرقت طبعا الحال إلى تصغير وتكبير مجسم، إذا تكبير أو تصغير الشكل، طبعا هو استبداله بشكل إما بشكل أكبر أو بشكل أصغر، وذلك بضرب أبعاده في عدد حقيقي ك، إذا طلبنا المجسم أبعاد المجسم في عدد ك بحيث ك محصولة من صفر واحدة نحصل على الشكل المستقر للشكل الأصلي، إذا كان ك أكبر من واحد في هذه الحالة نحصل على الشكل مكبر للشكل الأصلي. إذا أثر التكبير والتصغير عن المساحات والحجوم، إذا اعتبرنا مثلا الشكل بي، إذا هو الشكل بي، إذا هو تكبير أو تصغير، طبعا حلي الشكل A، إذا هناك علاقة طبعا ترتبط بين المساحتين، إذا طبعا حلي تكبير أو تصغير الشكل نقوم بضم أبعاده في عدد حقيقي ك، الأبعاد تضرب في ك، لماذا ستضرب المساحات والحجم؟ إذا اعتبرنا مثلا S هي مساحة الشكل، اعتبرنا S هي مساحة الشكل A، الشكل B و S مساحة الشكل A، إذا ما هي العلاقة بين المساحتين؟ إذا S يعني مساحة الشكل المحصل عليه بعد عملية الصغيرة أو التكبير يساوي مربع مساحة مربع نسبة التصغير أو التكبير مضروبة في مساحة الشكل الأصلي، هذه الصيغة طبعا الحال أنتم حافظينها. ثم إذا اعتبرنا في فتحة هو حجم الشكل بي و في هو حجم الشكل A، إذا العلاقة بينهما في فتحة طبعا الحال يساوي مكعب نسبة التصغير أو التكبير مضروبة في حجم المجسم الشكل الأصلي، إذا هذه علاقة باش نذكروها، أنا كنعرف بأن المساحة تعبر عنها ب طبعا حتى وحدة تعبر عنها بالمربع والحجم تعبر عنها بالمكعب، إذا هنا مربع فنأخذ مساحة الشكل المحصل على اليد بعد عملية التصغير أو التكبير، ثم إذا نأخذ مربع نسبة التصغير أو التكبير مضروبة في مساحة الشكل الأصلي، وكذلك بالنسبة للحجم، إذا حجم الشكل المصغر أو المكبر يساوي مكعب نسبة التصغير أو التكبير مضروبة في حجم المجسم الأصلي. إذا بعد هذا التكبير سننتقل إلى التمارين. تمارين تطبيقي طبعا الحال سنتطرق فيه طبعا الحال الى هذه الاشياء التي ذكرنا بها. اذا لدينا اس ا بي سي دي هرمون قاعده المستطيل ا بي سي دي، طبعا الحال الهرم هو عباره عن مجسم له راس وله قاعده، اذا الاوجه هي عباره عن مثلثات، اذا أقصر هنا هو S بحكم أن قاعدته هي المستطيل A B C D، وهذا إذا الهرم S A B C D، إذا حيث أن S B عمودي على A B وعمودي على B C، S B عمودي على A B وعمودي على B C، وأن A B يساوي 3 و B C يساوي 9، وعطونا البعدين ديال المستطيل و اس بي يساوي 6، اذا اولا الف احسب المسافه اس سي، اذا المسافه اس سي، اذا طبعا الحال هو
هنا سنضع العلامة حسب المسافة SC، سنضع على أن المثلث SBC هو مثلث قائم الزاوية في النقطة B. إذا عندنا SB عمودي على BC، إذا لدينا أولا ألف، إذا هنا الحل بعض الحل. إذا أولا ألف، إذا لدينا SB عمودي على BC في B. إذن المثلث SBC قائم الزاوية في B. إذا كان كذلك ما تبقوا عليه، إذن حسب المبرهنات بيثاغورس المباشرة فإن المربع الوسطي يساوي مجموع مربع طولين ذراعي الزاوية القائمة. إذا SC أوسي 2 يساوي SB أوسي 2 زائد BC أوسي 2. إذا نعوض، عندنا SB هي 6، إذا 6 أوسي 2 زائد BC، BC هي 9 أوسي 2، إذا هي 36 زائد 81، إذا تساوي إذن 1 زائد 6 إذن 7، ثم 8 زائد 3 هي 11، بمعنى أن SC يساوي مربع 117. إذن هذا بالنسبة لـ SC. السؤال باء، احسب مساحة المستطيل ABCD. إذن نعلم أن مساحة المستطيل هي الطول في العرض، وجد البعدين ديالو، لان الطول هذا المستطيل هو 9 والعرض ديالو هو 3، اذا المساحه ديالو مساحه المستطيل ABCD اذا هي AB في BC، اذا AB في BC تساوي 9 ولا 3 في 9 تساوي 27 سنتيمتر مربع، منتج وحدة المساحة يعبر عنها بالمربع. إذا ثم احسب حجم V، حجم الهرم S A B C D. إذا حجم الهرم S A B C D إذا هو V، إذا شو حجم الهرم؟ إذا نعلم أن حجم الهرم هو ثلث مساحة القاعدة في الارتفاع، إذا هو S A B C D مضروب في الارتفاع، الارتفاع في بعض الحال هو S B على 3، إذا V V تساوي إذا مساحة القاعدة هي 27، إذا 27 في اس بي، اذا اس بي هي 6 على 3، اذا يمكن ان تجزئ ب 3، تقريبا 27 في 2 تساوي 54 سنتيمتر مكعب. ثم اذا السؤال رقم 2، السؤال رقم 2 نعتبر ان الهرم، ثانيا نعتبر ان الهرم اس افتح الد افتح الس افتح الد افتح هو تصغير للهرم اس ا بي سي، راح تقول هنا فعلا الهرم هنا خدينا مستوى يمر من النقطه افتح وهو يوازي المستوى ا بي سي، يعني قمنا بتقطيع هذا المجسم بواسطه مستوى موازي للمستوى المحدد بالقاعده. اذا كون حجم هذا الهرم المصغر هو اس ا في افتحه يساوي 16 سنتيمتر مكعب، اما كون يبين ان نسبه التصغير هي 2 على 3، اذا هنا طبعا الحال سنضغط العلاقه، اذا بما ان الهرم اس ا افتحه في افتحه
درسنا هو تصغير للهرم اس ار دي سي دي. اذا العلاقه بين الحجمين هي كالتالي، اذا لدينا حجم الهرم المصغر يساوي كاوس 3 يعني نسبه التصغير مضروبه في حجم الهرم اس ار دي سي. اذا هنا في ساعتنا هنا اللي هي 16 سنتيمتر مكعب، اذا تساوي كاوس 3، نحسب انا كنحسب على نسبة التصغير اللي هي كا في الحجم ديال الهرم اللي هي 4/5، بمعنى ان كاوس 3 اذا يساوي 16/4/5، اذا نختزي باثنان فانا 8/27، 8 هي 2/3 هو 27 3/3، اذا تكتب حسب خاصين خاصة الاستواء تكتب على شكل 2/3 الكل اس 3، ومنه فان اذا نسقط النص الذي يصبح لدينا كا يساوي 2/3. اذا فعلا الهرم اس اف تحب افتحه سيف تحب افتحه هو تصغير كما تلاحظون والشكل مشابهه ولكن اصغر منه. اذا اس اف تحب افتحه سيف تحب هو تصغير للهرم اس اف بي سي دي. نسبة التصغير هي جوج على ثلاثة، يعني ما نقول نسبة التصغير أو عامل التصغير أو سلم التصغير. إذا نمشيو السؤال من بعد وحسب المسافة اس بي فتحة. إذا طبعا في الحال للحصول على شكل مصغر أو مكبر لشكل آخر، طبعا نضرب أبعاد الشكل الأصلي في عدد حقيقي موجب. هنا لدينا اس بي فتحة هو كا في اس بي. إذا لدينا اس بي فتحة يساوي كا في اس بي. إذا اس بي فتحة علاش نقلبو؟ إذا اس بي فتحة إذا يساوي جوج على ثلاثة في ستة، وإذا نختزلو بثلاثة فأنا 2 × 2 يساوي 4 سنتيمتر، يعني طول الحرف اس بي فتحة في الهرم اس بي فتحة بي فتحة سي فتحة بي فتحة هو 4. إذا السؤال الجيم نحسب مساحة المستطيل، إذا هنا نستعملوا الخاصية، إذا لدينا نعتبر أن اس فتحة هي مساحة المستطيل أ فتحة ب فتحة س فتحة، إذا تساوي كاوس 2 في مساحة المستطيل أ ب س، إذا بمعنى أن اس فتحة تساوي 2 على 3 كاوس 2 في مساحة المستطيل أ ب س دي. حسبناها بعدا مساحة المستطيل أ ب س دي هي 27، إذا في 27 إذا هنا قلنا 4/9 في 27، إذا نختزل هنا ب 9 قلنا 3/4 تساوي 12 سنتيمتر مربع. إذا إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا هذا، أتمنى أنكم تكونوا قد استفدتم منه. طبعا هذه حصتين مقبله ان شاء الله. السلام عليكم.